السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم حيثما كنتم، وأهلا وسهلا ومرحبا فيكم في حلقة أخرى من سلسلة القهوة، وتقريبا هذا هو الوقت المناسب اللي أقول فيه إنترو. اللي راح نسويه اليوم هو الشاي الصومالي، وقبل ما نسوي اي شيء من هذه الحاجات اللي دحين احنا راح نسويها اباك تنزل تحت مين اللي مع دباب؟ اجلس في بيتك يا ولد. اباك تنزل تحت وتبارك لي وتكتب لي يا حماده كل عام وانت بخير، لانه اليوم هو يوم ميلادي. انا ادري انه ما حد يهتم بالموضوع وما حد طاق له خبر اصلا، بس حاب اذكركم انه اليوم فعلا والله هو يوم ميلادي، شهر 4 يوم 16 ترى، ترى مولود اليوم انا مره. الوالدة قبل يومين كانت تتونس علي وقالت انه انا المفروض كذبة ابريل، ولكن خالفت التوقعات. فمن هذا المنبر بشكرك يا امي، انت والوالد يعني سويتوا اللي بالضبط. فاعتذر لك يا امي اني خالفت التوقعات، واعتذر عن الشمس اللي كل شوية تطلع وتختفي وما ادري ايش فيها. عموما اليوم راح نسوي شيء اسمه الشاي الصومالي. عشان تسوي الشاي الصومالي لازم تجهز هذه الحاجات وهي كالاتي: لازم يكون عندك قرفة، ولازم يكون عندك زنجبيل، وطبعا لازم يكون عندك هيل، وطبعا سكر، طبعا هذا الاخ اللي احنا بالصومالي نقول عليه جلمد. واشكرك، انا راسي يشبه هذا، انا ادري يا اخي والله ادري، اشكرك والله، شكرا شكرا شكرا. طبعا لما تكمل المكونات تجيب هذا، ولازم يكون فيه مويه وعلى النار، اوكي، تضيف الاخ هذا. هلا وهو ايش؟ القرفه، اصلي عليك. المكون الثاني الاساسي زنجبيل، تحطه بالكامل. والله وسخت الأرض، راح أنظف شوية. أوه ما طفيت الكاميرا ولا نكمل. والمكون الثالث والأخير، وهو عنصر مهم جدا ومفيد للجسم، احنا ما في شيء ما هو مفيد للجسم. طبعا لازم تطحن الهيل قبل ما تحطه، بس انا اصلع وارتكبت اخطاء، فتقدر تقول انه ما همني، احطه بس. وطبعا سكر، هو كل هذا الوقت في النار قاعد ينتظرك، وبعدين ايش؟ تفاجئ بالعنصر المفاجئ، ترى تعطيك كم حبه شاي. بحكم اننا الناس تحب الشاي، انا راح اضيف 3 حبات. احس انه 3 حبات لسه قليله، بس تكفي حاليا، يعني حاليا الان تكفي. تحط 3 حبات كذا وتخليها على الجنب وبس، وتنتظر. يكون في علمك حالات شبيه راسي انه يصفر، انسان طيب يقول لك الحق انا جاهز، قبل ما تحس انه المويه راح تقول بط 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 بط، حط كاسه الحليب. واذا انت انسان مره طفولي وتقول ما يحتاج احط صباعي ويكون حلو لاني انا انسان حلو، الله يقطع صباعك. وعلى ذكر هذه النوعيات، اذا انت من ذاك النوع اللي يقول والله البنات انا مره يموتوا علي، فهمني، كوري انت، كوري حفاظه اولويز. وطبعا تضيف الحليب الكامل الدسم المفيد للجسم. حسستك انه اعلان دواء صح؟ ما اعرف ايش اسم هذا بالعربي، فاذا تعرف ايش اسمه بالله اكتب اسمه في الكومنتات، والله عن جد اتكلم يا شباب والله ما اعرف. وعلى بال ما الشاي يجهز راح احط هذا على جنب وراح اتكلم معاكم شويه. طبعا انت تسال نفسك يا حماد انت رجال كبير ليش اتمنى لك عيد ميلاد سعيد؟ طب خليني اقول لك ليش. والله صراحه فكرت بعذر ما لقيت، بس انت اكتب اللي في قلبك وخلاص. جو 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 شاري It's your birthday, we gon' party like it's your. عمي كل الناس في حجر صحي، مين فاضي عشان يجيك ويحتفل معك بيومك التعبان هذا؟ خلاص بطل، خلاص قفل، خلاص اكلمك انت، خلاص بطل. المويه قاعد تقول بط بط بط، فراح اجيبها الحين وارجع لك دقيقه. ايوه. وطبعا الاخ عرف ما بحرق الطاوله حقتي، ايش بك يا ولد؟ لازم تكون تنتبه ولازم تكون رجال نظام. خلاص بقفل وبحطه، خلاص معليش معليش، ايش بك زعلان يا اخي؟ اصبر نشربه كذا ثاني، جيب كاسه صح؟ يلا بروح اجيب. اوكي افسر لكم ايش معنى هذا. الاخ هذا زي القهوه اللي قبل الحلقه اللي فاتت سويناها، هي نفسها بس هذا حق الشاي. ايش تسوي؟ تقدر تحط المكونات حقتك كلها هنا، لانه هذه القطع هي اللي تفلتر.
وطبعا احنا حطينا مكونات كثيره هنا، وفي نفس الوقت انت ما تبي تشرب القرفه وتشرب الهيل زي ما هو، وعلى فكره انا ما طحنته، فتقدر تقول اني انا انسان قاعد اسوي الخطا واعرف كيف اتصرف معاه. انت لا تصير زي، خليك احسن مني، ولا خليك زي ما انت، خلينا انا احسن منك. يعني تقدر تقول انه في كل الحالات كلنا اخوان يعني. عموما القطعه تركب في بعض زي كذا وتركب هنا. تقفل هذا لمدة دقيقة عشان المكونات اللي انت حطيتها هنا جات هنا في القطعة المفلترة. فالقطعة المفلترة لما انت تقفلها تمتص الروائح والحاجات المفيدة. انا راح اعطيها لك بطريقة علمية، انت معايا صح؟ نقفل كده وتنشفط الروائح، فانت بعدين لما تصب الشاي لما ينصب كده يكون شيء اوه. انا قاعد ابالغ واتونس زي ما الشمس قاعد تبالغ وتتونس على حسي اليوم، والله ما ادري ايش اسوي. على فكرة ضيف الحلقة الجاية المفروض كان يجي اليوم، بس قلت له لا تيجي، والله ما عندي سبب مقنع ليش. وطبعا حانت لحظة الحقيقة، حصب الشاي المفلتر قدامك، بالله أباك تشبع بعيونك قبل ما تدوب بلسانك. يا ساتر يا يا واد، والله يا واد تقول كورف بيكام، ايش هو يا واد، تقول فاول من بيكام يا شيخ. شفت كيف صبت؟ تقول بيكم، شفت كيف؟ ما عندي اي تعليق، مفلتر وموزون صح يا واد يا واد، عاش اهل الصومال عاشوا. ادري انت متوقع مني اني اقول شيء مره غبي، بس اقسم بالله الشاي مره حلو، مره ادب يا شيخ. من هذا المنبر اناشد الضيف القادم واقول له راح اجننك، خليك مستعد. ومن هذا المنبر اللي انا سويت فيه الشاي الصومالي العظيم الذي لا يعلى عليه يا واد، عاش اهل يا واد، والله ايش بك يا شيخ. من 1 لـ10 إذا قيمنا الشاي الصومالي، والتقييم هذا مو مني لأني أنا صومالي، والله لأنه الشاي هذا يستاهل، التقييم هو 10/10، والله ترى والله من جد ترى 10/10 يستاهل والله. أوه يا واد، لما ينزل هنا يدغدغك، يقول لك هلا كيف حالكم، أخباركم، عسى أموركم، يا واد يسلم على الجماعة. جرب الشاي الصومالي واعطيني رأيك في الكومنتات، لا تنسى تسوي اللايك والسبسكرايب عشان أعزمك، سوي شير للفيديو هذا وخليكم نظبط. هذا كان وقتي معاكم يا شباب، أشكركم جزيل الشكر على المشاهدة والمتابعة، ومن هذا المنبر أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا واد الشاي مره جيد والله، قاعد اصب لي كاسه ثانيه زي ما انت شايف، والله يا واد مره جلد، اوه والله مره جيد الشاي هذا يا ناس، والله مره جيد. اذا انت متزوج خليك رومانسي، سوي الشاي هذا لزوجتك اليوم، يلا قوم يا شيخ.